أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، حلقتنا اليوم فريدة من نوعها. هواي بصراحة توصلني أسئلة، ليش يجيب شباب استوهم طالعين من الممكن تجربتهم مناضجة؟ هذه التفاصيل، الجواب مال هذا السؤال بهاي الحلقة. ليش أنا مختار شباب اليوم؟ رحبوا وياي بال شقول كيفك؟ الوسيم الخوش ولد، الخوش شاعر، المهندس الخوش ولد، ها طوالي. الخوش ولد علي ضامن، الله يحفظك ابو الاكبر. شكرا لك على هاي الاستضافة، وان شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونخرج البصرة بافضل صورة. امين يا رب العالمين. قليل الكلام، من الممكن يعني يقولون هذا قليل الكلام كبير العقل. الله يعزك. لو شاعر والله كلهن بعينك حلوات. الله يسلمك. الله. حسن يعقوب رب حفظك وبالأكبر. أولا أنا جدا شاكر على هذه الاستضافة، خصوصا تجمعني باثنين كلش أحبهم. الله يعزك. وإن شاء الله نقدم حلقة تلبي طموح المشاهد الكريم. الطموح وين؟ الطموح أن نقدم حلقة ممتلئة شعريا. لا لا، الطموح بالنسبة لك كشاعر مو بالحلقة. بالنسبة لي كشاعر، أنا أشوف الإنسان والشاعر بالخصوص جيد يخلد بالكلمة. لطيف. فهو يملك أداة ما وجود عند غيره. جميل. فإن المفروض يستخدمها بأحسن صورة. جميل 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 جميل. ما شاء الله ما شاء الله، بداية موفقة ما شاء الله. يا أخي شنو هذا الجمال والوسام؟ إحنا ليش عندنا ناس بالمسرح حلوين وهاي التفاصيل؟ أنا استحي هواي شاب صار طاي على البوفي. شاب صار أخوي طاي على البوفي. شكرا لهاي المجاملات. يعني بيني وبينك أغششكم، أنا أحب هاي الأشياء مال تطلع فيش كاشخ وسيم هاي أحب. يعني حاول تكثر دمك. كل واحد يحب. شلون هالدراسة؟ والله الدراسة زينة بس يرد لها متابعة، وأنا شوي مقل بخير. أنت شاعر وطالب؟ أي أنا عشتها حلو حلوة. أكيد هي أصلاً تنمي. شو تنمي؟ تنمي عندك الكتابة، الثقافة، اطلاعك، تبين لمستك بالكتابة. عندك جمهور؟ ما نقدر نقول عندي جمهور، بس نقول عندي متابعين أصدقائي. أي وناس يعني طبعاً أكيد شباب ويحبون القصيدة، وهذا طبعاً. يعني الوقت زاخر بال طبعاً يعطيك حافز. اي نعم اكيد، لانه هذه حب وهذا مضروب بوري والحياة سعيدة يا اخي. سعيد. شلونك انت بالحب؟ انا بالحب هو اي شخص يعني. اكو واحد ما اتمنى يعيش باكر؟ سؤال، اكو واحد ما اتمنى يعيش باكر؟ الكل تقريبا اكيد. فهذا الحب هو الطموح اللي يخليك تعيش باكر. الله شجع وجميل. الله يحفظك. احنا مثقفين، شوف الثقافه والادب. احنا هم نحب هذا. اي اخر حبيب. خلص الجامعه الحمد لله. وانت شنو تبيها شاعر؟ اي عشت فتره من الجامعه انا شاعر. يعني قصدي بداياتي يعني معروف. والله كان اكو يعني جزء من الناس موجودين، قريت مره بمهرجان كليه مرتين ثلاثه، فأكو كانت ناس تعرفني الحمد لله وشكرا. أحلى صفة بيك؟ أحلى صفة بيه؟ ايه. والله خاف تعتبر نرجسية. لا لا بالعكس، بس أعرف نفسي. رحم الله عمر عن عرف قدر نفسه. ايه. فهو شغلات بيه الحمد لله. مثلا أولا إحنا هاي الصفات الزينة اكو وناس. يا ربي خذ لك لوز عليك الله. قلت لك لوز مع وخجلا. قلت لك لوز وخجلا. اكو ناس لهم فضل بهاي الصفات اللي زرعوها هاي النبتة. بالمناسبه انا والدك التقيت بيه مره. نعم. واعتقد هذه الصفات تعود لوالدك. اكيد. الف تحيه له. الله يسلمك. وقل على المنصور يحبك. تحياتنا للوالد وفضله ما ينسي. كان دائما عنده جمله يقولها، يقول ما أريدكم تكبرون وتشوفون شغلة عند أحد وتقولون يا ريت عندي. الله. والحمد لله وشكر كبرنا وعنا متروسة. الحمد لله وشكر. الحمد لله. فالقناعة ممكن. الحمد لله وشكر. طبعا ما نبخس حق الوالدة. ألف تحية للسيدة الوالدة. ألف عظيم تحية. عظيم. أسوأ صفة عندك؟ عجول. ها. عجول جدا. ما أتأنى مرات.
بس اتعلم من العجلة؟ اكيد. من اطيح بمشكلة من يساعدك بحلها؟ اول اكبر الشخص الفاهم من يوقع بمشكلة المفروض ما يدور بس على حل، المفروض يخلي بباله انه يطلع بقل خسائر، اذا ما لقى الحل ما ينصدم. جيد. اركض والدرب ينقضش راح يصير، ووقف والدرب ينقضب لا تندم. الله. الدمعة الباردة تطيحها تشف الريح ما تتبخر على الجمرة تثلم. الله الله. مثل طلعت ضوى من الحائط المفطور هيك من المشاكل يطلع لي يفهم. أويلي أويلي هذا أويلي. أكو مقولة تقول من الممكن أن تختصر الناس بشخص، تتفق لو لا؟ هي أكو شخص يعني لك كل شيء. ها يعوضك عن هواي امور، يعوضك وتكتفي به انت. ايش تعني لك الاماكن؟ الاماكن احيانا استاذ عدي يعني ترتبط بها ارتباط عجيب، بحيث مجرد بمرورك خلالها ينعاد شريط ذكريات ومشاهد، تشوف تقول هناك نقعد، هناك نسولف، وهناك نبكي، وهناك نضحك. الله. فيعني عادت للأماكن مشهد متاناك، وكلماتك البيض القم ترددها، أثار الناس أماكن تنسكن تنعاف. الله 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 يسلمك. عادت للأماكن، عادت للأماكن مشهد متاناك، وكلماتك البيض القم ترددها، أثار الناس أماكن تنسكن تنعاف، وماكن تلقى بيها وجوه فاقدها. الله. فهي الأماكن. الله 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 يعزك. آخر مرة صارحت؟ أوه بصراحة أنت وسيم. يصارحونك لو صارح؟ لا ولا هاي. عليك الله. شذاب الله يذبب النار. لا يعني شذاب الله يذبب النار. ملتي بدراستي اخر مره احبك بدي اسمع يبتس بعد ما تقول بدين من والدتي. يا اخي قلت لك شباب اذا في النار قبل هواي كل شيء هواي كل شيء هواي. صدق والله؟ والله العظيم. ابو الاكبر عندك معجبات؟ ما ادري كشاعر لو كشخص. كشاعر ما عندي. كشاعر ما عندي معجبات. كشخص ما عندي معجبات نهائيا. هذا مثل هذا قال لا اسود لا ابيض. هسه شنو عندك لو ما عندك؟ لا ما عندي. كفيلك الله عندك. وانت مو صريح. مو شغله مو صريح. انت مو صريح. بالله الكريم. اعطيني لان استمعت خلنا اقلب الخاص. اعطيني اياه خلنا ناخذ زوم. اعطيني اياه. عرق 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 ما اريد ما اريد. خلنا ناخذ قصيده. غطاها الدمع. غطاها الدمع والشوف ظل يذقل وغوشة صورتك من ما وصلت الحل. الله. غطاها الدمع والشوف ظل يذقل وغوشة صورتك من ما وصلت الحل، وإذا قل ما نقص نهر اهتمام وياك، ما تدري الدرب لمن يقل يكمل، ونزلت على الصبر مثل الشمس بالماي، وطق بي الندم بركان من التل، وجنح فكر انشكل والسما تصد لبريح، وظلام الخوف حيرة بكل كتر شلشل. أبو الأكبر يا رخص القرار بحضرة الاشتاق. الله. يا رخص القرار بحضرة الاشتاق. الله. ويا كبر القرار بحضرة اليعقل. الله. يا رخص القرار. الله. يا رخص القرار بحضرة يا رخص القرار بحضرة الاشتاق. ويا كبر القرار بحضرة اليعقل. كونك لاسعك جمر الوفا يدليك، من غشمت روحك على الدرب تسأل، تندلني كنت لو تابع الدخان مو ما تندل انت تريد ما تندل. الله. تندلني كنت لو تابع الدخان مو ما تندل انت تريد ما تندل، قصر حبل تشذب شانق احلام وياك، اكابر جسمي صاحي واهسي مشلل،
وما مستغربك كالتالي وعرف بيك انا بسمبل شباب مرافق المنجل. الله كم مره اختلي لك وقعد اتناساك، لا يدفعني شوق لديرتك وانذل وما خليت حسره وكلمه يا حيف تطلع ناشفه من واحد مبلل. الله الله يسلمك ابو لك. الله الله يسلمك ابو لك. ما شاء الله الله يسلمك ابو لك. مو ما تندل انت تريد ما تندل. اي أيوة والله. لمن تقول شكرا؟ هذا الجواب الكلاسيكي مع امي وابوي على الراس. لا هو حتى احيانا اللي جرحك ممكن يقول لك شكرا، بالتالي اللي قلبك اللي يقول لك كلمه طيبه واللي يجرحك اثنينهم كل واحد راح تتعلم منه قضيه. اللي جرحك ممكن تتخذ هاي القضيه السلبيه دافع لك بكل المجالات وبكل الاصعده. جيد. واللي دعمك بعد بالعكس هذا شكرا كبيره. يعني انت مريت بعلاقه حب؟ لازم يحتاج الانسان الى علاقه في حياته. تحبهم؟ لا انا اعشقهم. زين ليش ما سامحهم؟ اقول اكبر ما اقدر يوم يموت. الموت مره واحده. الحق عش امانك. طب جنح الخوف. الحق عش امانك طب جنح الخوف. وطردت الاخصان الخاتل بسده. قلت لك على الجنايز ما تموت ردود، بس خوفا عليها من الهو انشده. الله 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 يعزك الله يعزك. بس خوفا عليها من الهو انشده. الله خلنا ناخذ قصيده نقول هذا السواد الجو عين الشايله. ايه مو من سهر من الحكي ما قايله. ويلي يا ربي هذا السواد الجو عين الشايله مو من سهر ها من الحكي ما قايله. ظهور السنابل من تحمل مايله. ما احس بيت بحملك تكسريني. مكسور راجع والدرب يمشيني. عوف لشلونك والمضة تأذيني. مو عود ما ريدك علي تسألين، بس خاف أقلك زين وتصدقين. أوف أنا القبل مو عود ما ريدك علي تسألين. مو عود ما ريدك علي تسألين، بس خاف أقلك زين وتصدقين. أنا القبل لي خوزر بوجه الناس. قبال المرو ما خل عين بعين. ورديت الف جروحي غدت رج الناس. رديت الف جروحي غدت رج الناس. وبالناس ادور كتفي بتشيني. واغنيه سبعينيه وتعيش هواي، بس شفتك ما عرفت تغنين. الله اغنيه سبعينيه وتعيش هواي، بس شفتك ما عرفت تغنين. بديتك على اكبر طموحات الروح وما يعلى نارك من نجد بالدين. الله تحيين كل شي لمسه جفك وانخاك تمثال طير. امتاني بس تحييني لانكث جناح وارسم عيونك غيم وارجع لجفك حتى رد الطين. ابراهيم وقتك كسر جناح وراح يعلق الفاس برقبها سنين. الله وسلامتكم. شو هالإحساس الجميل. ناخذ فاصل أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم بالبارت الثاني. حيا الله أبو فلاح. حيا الله باك ولك. حيا الله ابو حسون. حيا انا باك ابو الكبر. شو اخبارك؟ والله ماشي الحمد لله. اقول لك شفت عندك شيبات هنا. ايه. يا مواليد؟ انا 2000. ومشيب. ابو الكبر كتمان
الاشياء تكسر الخاطر شراره شيب تمشي بشعر اللي كابر. الله نسيتهم؟ لا مستحيل. منتظرهم؟ نقدر نقول نصف انتظار بس داخلي مو خارجي. دورتهم؟ المفروض ما ندمرهم، المفروض نلقاهم قبالنا، بس هي المشكله بالقلوب. الله والاكبر دورتك بروحي دوارت المبيوق ولقيتك حلم مضموم للباشر وعرفتك ما ترد مو من شفت مكفاك من شفت الزعل اكبر من الصاير. ويلي يا الله وعرفتك ما ترد مو من شفت مكفاك من شفت الزعل اكبر من الصاير. حجه اكيد بس نعذر احنا اهم شيء نعذر. شلون تهون عليك الحياة؟ بار صعوبتها وتعبها. رغم صعوبتها وتعبها أحيانا إنسان واحد يعوضك ويخليك تشوف الدنيا وردية وسعيدة. الله. بس مجرد ما يرحل هذا الإنسان تبهت الدنيا، يبهت لونها. قلت لي الوين رايد؟ قلت لي الوين رايد؟ قلت لك الناس الصدق مثل النفس من بينهم ضاع. الدنيا بعيني ضيقة وقلت لك نعيش. كانت رحمة الله وعينك وشاع. اي والله. ظلوا؟ بعدهم وياك؟ لا. بس ذكراهم لا ترى. زين يعني للأمانة ليش حظكم مو مثل وجوهكم حلوين؟ حظنا. اي حظكم مو حلو مثل وجوهكم. هم حظكم؟ هم حظنا. صدق. حلو الجواب. حلو الجواب. اريد ناخذ قصيدة. مبر الذمة. مبر الذمة بس كل الخلل بيك. كلام برجعتك ما ظن يرضيك برد والغطى هوايك صر من الثوب بس فهمني المن ما ادرج ليك. الله. مبر الذمة بس كل الخلل بيك. كلام برجعتك ما ظن يرضيك برد والغطى هوايك صر من الثوب بس فهمني المن ما ادرج ليك. الفرات معاند المراجع اليوم لو مو دجله جيتك ما يلاقيك. الله. الفرات معاند المراجع اليوم لو مو دجله جيتك ما يلاقيك. خذاك كان يحلم يمشي وياك العفو هو المشان احلمت بيك. الله. خذاك كان يحلم يمشي وياك العفو هو المشان احلمت بيك. جرك مني بس توصيفها شلون قطن يابس بجرحه وظل يجربيك. اوف. وانا المرتي الميت قبل لا اموت انا المات بيك وميت عليك. جرك مني بس توصيفها شلون قطن يابس بجرحه وظل يجربيك. وانا المرتي الميت قبل لا اموت انا المات بيك وميت عليك. الله. ونشف دم وفشلت بطول وياي وبخس حقي ولا رد اعتباري وما خلالي دمع الطيح على القاع اثر من شاي بينقط سماري. نعم. انا اللي قطعت ماي على الاغصان وانا ذبلت بيدي خضاري. العقل موجود مني مشيت وياه وادرب كل حواسي وشنو افكاري. المره الجايه من نعشك ثم الكون بكامل عقلي ما اخذ قراري. الله 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 الله. ايش هالشعر هذا؟ المره الجايه من نعشك ثم الكون بكامل عقلي ما اخذ قراري. والله يحفظك سلامتك. انا البارد عليكم عمي. الله يحفظك. بترجعون لبيتكم طقوا حرم الله انا حسيتكم. الله يحفظك ويخليكم لك. حسون شنو هذا الجمال؟ والله جميل بشوفته كان. شوفت اخوي على الابداع العظيم. خلينا نسمع خلينا نسمع. أنا ما ودي أسأل للأمانة ما ودي أسألكم هواي. إحنا بخدمتك. أبو الأكبر هاي
فترة من الفترات اي كان يرافقني حدث اللي هو الموت المبكر. بعيد الشر عليك. الموت المبكر. فدائما ببالي انه انا ما اطول. ما اطول. فان كتبت قصيدة تقول ما اطول. ما اطول انا عرفت. من كثرة احلامي. ما طول انا عرفت من كثرة احلامي وشفت امنيات كنت عايش لجلهن عمر مذبوحه قدام الله وشفت اصدقاء كثروا مثل الرمل لو كثر ما يسند جدان اوف وصدقت من قال اخو وحزان ظهري وكفو بس شو مصر الوقت يشنقني بحزان الله ما طولان عرفت من روح للما يحن قامت تحن وتلول وقلت أنا لو طولت زايدني بس ذنوب وشفت البشر للبشر ينظر لبس جيوب وتفاجأت وسألت المن خلق القلوب الله وعقول هاي البشر ما عادت الما يحب بس اللي يحب معيوب الله الله وباصرت عزري لنا في الدول العمر عدت باصرت عزري لنا في الدول عمر في الدول عمر عدته والما يريد العمر لو من ضايع محب لو من ضايع حلم واثنين هي انت الله الله ودورني فتش عدل ايش قد هوسوس كم غضب وكم انفعال وكسر مضمومه بالسكت وعديت كل هذا انا وبس قلبي عاتب ومثل القصيبة صرت ما يمشي فوق المشط روح اسأل انت المري قدامهم كم مشط شعراتي كاسرت الله سلامك الله 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 عضت اسمعك ندم اكيد هواي بس على شخص وعلى ظرف ابو الاكبر اكو شخص يعني يحيرك تدر يعني ما تدر هو ما يريد يفهم له هو ما يفهم بس انت تظل محترم رايه يعني ليش مو شافوني غيرك ما شفتني الله ليش مو شافوني غيرك ما شفتني صدق صعبة من يجون المشترين وتوقف بعين العيون البايعت الله 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 صدق صعبة مشكلة ارتاحت لما فارقتهم؟ اكيد لا وهم ارتاحوا؟ انا خايف عليهم لان متأكد ما راح يرتاحون الله وحقك وحقك ما غفيت وهمت سهر الليل وحقك ما غفيت وهمت سهر الليل وحق حبر الرسالة بالدمع يطفح مثل ما يبقى دم برقبة المذبوح لازم يبقى دم برقبة اليذبح الله نبه الله الله لك انت مجرم والله مجرم الله. مثل ما يبقى دم برقبة المذبوح لازم يبقى دم برقبة اليذبح وراك وراك طير ارجع لك الله حسن شكرا يقول وما الحب الا للحبيب الاول ايش رايك بهذا القاعده اللي صارت شبه قاعده ما اتبعها ايش قاعده او يعني ما اصدقها يعني ها اكو مقوله ثانيه بس انا ما حافظها كلش تقول يعني الحب الاول يبقى حي حتى ياتي الحب الثاني يدفنه وهو حي ايه تنتظر هذا؟ اكيد امتى اخر ليله سهرتها تفكر بشخص؟ بارحة بارحة شنو اللي شغل تفكيرك؟ الشخص نفسه مسكت يعني عيون شعر تصرف معين شنو اللي روح الشخص
انت ما يغريك الجمال؟ هو جميل اكيد بس روحه اجمل. ها وعناده احلى. اويلي تحب العناد؟ اكيد تحب العناد؟ اكيد يا اخي مرمر العناد انا ما احبه. ما يخالف بس اللي جيب سهوله اروح بسهوله. يا اخي شويه كاسرها انكسر اكيد يعني طبعا طبعا يعني اكيد انكسر عنودي مو كلش ما لا مو كلش عنودي بس يعني بنوع من العناد. اي بس هو حلو صعب اكيد طبعا. ها اكيد انت شنو تقول حلو صعب؟ وطبعا طبعا طبعا هيك يقول يقولوا تعرفني السهل ما عندي رغبه وياه حصت سهمه بالغزلان اللي تواكح مو اكيد ايه شوي هذا القعدات ومنتظرات سهمك هذا ما تحب هنا الغزلان تحب الغزال اللي توقع اكيد اي ابو حسون كسرك فراقهم وايد ما كنت هيك قبل اكبر لا والله كنت احلى يعني والاكبر هذانة هذان القبل زاحم تصدر القاع وقت رجلي معانا النعل قومه الله تدري شان يعدل دنيا من يقوم ما بيحيل هسه يعدل هدومه الله يساعدك الله يجويك اخ يا ابو الاكبر يا اخي مو مال هاي العذابات للامانه مو مال هاي العذابات احسن والله مو مال هاي العذابات ابدا أثقل شيء مر عليك بحياتك من تلقى نفسك منفي من مكان أنت تتخيله مالتك مكانك ما بي غيرك وباخر لقاء عيونك تغيرت باخر لقاء عيونك تغيرت وجاستني منك بيها قرصة برد عيونك يشردن مارضن ينقرن الله أكبر وآخش ثقلها ببيتك وتنطر بالله كلفة بالله كلفة كبيرة حسن المرتاح يكتب قصيدة لو الموجوع يكتب قصيدة الاثنين يعني منو الأكثر لا هو اعتقد الموجوع الموجوع طبعا شو تقول ابو حسون اكيد الموجوع انا قولت احمد عاشور يقول الشاعر من ينظر مرتاح ما يكتب ما يكتب والعظيم المتنبي الله احنا اثنين هم شعراء جايين نسولف على المرتاح والموجوع بس المتنبي يقول وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان الله خلينا ناخذ قصيدة مشكلتي مشكلتي خسرت بس ما أخذت عبرة مرات الخيار تصعب الكثرة شنو هاي مشكلتي خسرت بس ما أخذت عبرة مرات الخيار تصعب الكثر المو عينك عليه وتخسره تندم عود بس انا الخسر بالخايف الخسر الله شفتهم بالنهر شمره واحلام بليل والمكتوف يوقع بالنهر صخر اي بالله فجت فازع عليهم وانا مو سابوح وخسارة سرسحت برية كل قطرة وقفت الزمن والنهر كفروج وسميت التوقف صورة للذكر من شفت البدر يندفن حتى يعيش حفرت الأحلام كلهن حفرة يم حفرة الله من شفت البدر الله من شفت البدر يندفن حتى يعيش حفرت الأحلام كلهن حفرة يم حفرة وادفنهن سكوت بخلسة عن الناس واسقيهن دمع والله كريم أقر أثار الدنيا غيرت حتى بالغربان وثبتت لي شتال وحلم مو بذرة
وضمن انكسار سلاح الشتال. الله. بس هي القصيدة تبين الكسر. اي بالله صحيح. ورسمه للدرب بس من جمر وحجار، ومو بس الكرامة تخسرك العثر، ودوروا بي صفرة دوارة الفلاح، نسوا هي السنابل هيبة ذا صفر، برماد الحزن من شافه وتغطيت، هبوا ريح صرصر قالوا انتشر، هبوا الجمر من اللجم ينهاب، تمد ناب اللهب من تضحك الجمر، صح خيوطها بكل كتر مشمورات، بس خيط الشمس ما تقدر تجر. اي بالله صحيح. وسلامتكم. الله الله ربي عبد. الله الله. ناخذ فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدينا الكرام، عندنا وياكم بالبارت الاخير من حلقه هذا اليوم. ان شاء الله ما تعبتوا. لا بالعكس مرتاحين. مرتاحين بشوفتك. الله يعزك. الله يخليك. الامنيات اللي يدعى لضامن، نعم، لها سقف محدد لو مفتوحه؟ لا مستحيل اكو سقف محدد للامنيات. يعني من تحقق امنيتك موت المن عايش بعد. لازم اكو شيء اعلى ستيب باي ستيب. ها خطوات اكيد. جيد. تحس الشعر طريقه متعب لو 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 حلو متعب للي ما يكتبه صح او لو ما للي ما يعرف وين يريد يروح بالشعر. هسه بالنسبه لك شنو بعدني انا بالبدايه؟ لا قصدي لذيذ الطريق اللي انت جاي تمشي بيه حاليا. اكيد لذيذ بس متعب. اكيد طبعا انت اذا ما تتعب بس حلاوته بتعبه. اكيد اكيد ما تحصل اذا ما تعب ما تحصل. اليوم اللي يريد يقول منو علي ضامن. اوكي اوكي منو علي ضامن؟ شاعر علي ضامن؟ انا ما سامع له. ايش راح يقول علي ضامن شاعرا؟ شو القصيده اللي راح يقراها؟ والاكبر قطعت وصلك، قطعت وصلك جذر مدروحه فوق القاع، وعشت على الماي لي نقط بحدر الحب. الله. قطعت وصلك جذر، جذر مدروحة فوق القاع، وعشت على الماي لي نقط بحدر الحب، وميت شوقي شجرة، ومن ردت أرثيه شفته يخضر بمطلع من نكتب. الله. وأدور دموع عيني بلكي منها طيح، وقبل على القاع ينزل دمع المحدب، وألم لم ورقة ورقة بخيبتي، وألقاك جمرة بصفي وانطر ريحك من تهب. الله. ألملم ورقة ورقة بخيبتي، وألقاك جمرة بصفي وانطر ريحك من تهب، ويرسمني الفشل لوحة بملامح نار، ما يثبت شكلها النار من تشب. الله. يرسمني الفشل لوحة بملامح نار، ما يثبت شكلها النار من تشب، وعقب وجهك خيالي غرفة سودة وبيرسم أحمر على الحيطان فد مرعب. عقب وجهك خيالي. الله. عقب وجهك خيالي غرفة سودة وبي رسم أحمر على الحيطان فد مرعب. وجيت لوحدك ما جبت عمر وياك، وأشوف أن طفل وبظهرك يجلب، ما غيرت رجعتك مثل صحوة موت، أنت آخر دراك بصفنة المذنب. الله. ما غيرت رجعتك مثل صحوة موت، أنت آخر دراك بصفنة المذنب، وسكت برجعتك موزع العفة الذات، وطلع مني اللي يخصك للهوى مشي، صح ياخذ ضواها ولونها من يفوت، السما تتحنى لو مر لها المغرب. الله. سلامتك. الله 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 الله. شلون علاقاتك بشعراء البصرة؟ جيدة جدا وسط خصوصا البصرة. بآخر فترة يعني اكتشفت جيل عظيم كنت ما أعرف، يعني شعراء دؤوبين، شعراء علاقاتهم يعني إنسانيا وشعريا
يعني ايش قد راح يفرحون بحلقتكم اليوم؟ والله هواي اعتقد يعني، يعني قلت لك هم انسانيين عظماء يعني. جيد. بصراحه اذا اكو ان شاء الله واكيد هذا النجاح منو سببه؟ كل شغله بحياتك. لا اريد شخص. شخص؟ والله قلت لك هواي تجارب. هواي تجارب. يعني ما اقدر اقول شخص واحد. ما اقدر اختصرها. الشعر انا يعني تجي انت كبصري تلقى قدامك عطا السعيدي، نائل المظفر، يوسف حسن، كبار، تجارب تأثر بيها هواي. تعلمت منها؟ طبعا. لو اليوم مدعو في محافظة من المحافظات، برأيك راح تخاف؟ راح ترتبك؟ لا أنا ما رايح بشيء سلبي أو رايح، بالعكس. لا لا لا، رايحين ننشر الجمال. لا لا أنا أقصد من باب يقولون القلق حق مشروع. صح؟ هذا القلق يراودك؟ القلق بالمناسبة أحيانا كثيرة يكون إيجابي. طبعا مو سلبي. إيجابي. أنا ما جاي على مود أنا أحس اللي يقلق. أقدم أنا أقلق خاف ما أقدم بالشيء المطلوب. تكون حريص. عافية عليك. راح تقلق؟ أكيد. ها أكو يعني مثلا فلان مكان قلقي بي بنسبة كبيرة وفلان مكان قلقي بي بنسبة أصغر؟ لا أنا أشوف القصيدة نفسها. ها قلقي القصيدة نفسها. جيد. أي. جيد. ما يعني لك من مشارك معك؟ لا. لطيف جدا، لطيف جدا. اليوم يعني هذا السؤال بصراحة هواي مكرر، لكن أنا كل جاي أركز عليه هاي الفترة. علي ضامن. نعم. تربطه علاقة مع شعراء من خارج البصرة؟ من خارج البصرة لا، مع الأسف يعني. بصراحة تحس هذا الموضوع صحيح لو خطأ؟ أكيد خطأ. بس انه انا ظهوري يعني ما صار لي هواي بالوسط، واحتكاكي يعني بالفتره الاخيره صار الشعراء. ها يعني قصدك انه انت عندك نيه هيك؟ اكيد طبعا طبعا. برايك حاليا لو الدعوه لحضرتك اجت استحقاق لو مستعجله؟ برايك انا لي راي، واذا ما لي راي اكيد ما راح اقدم لحضرتكم دعوه. لا أنا أشوفها استحقاق. استحقاق. أكيد. جيد. عندك ال. وكو هواي يستحقون يعني. نعم أنا بأسولف بالنسبة لحضرتك. إذا يا محافظة تتمنى تقربيها؟ كل المحافظات. يعني مثلاً أكيد أكو في النسبة وتناسب معين. بغداد. بغداد النجف. ها. أكيد. جميل 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 جدا جميل جدا. ال. مقارنة وقت قليل. جيد؟ أكيد. يا محافظة تحب تقربيها؟ والله كل المحافظات العراقية، وإنما بغداد والشعراء والصور وكثير من المحافظات. يعني تحب تصدر نفسك وتصدر قصيدتك أولا قبل نفسك. أنا مؤمن إن الشعر يوصل بجماله. الجمال يوصل احيانا البيت يوصل واسم الشعر ما تعرفه. والله صحيح، انا جدا اتفق بهاي المقوله. اعتقد يعني للامان عجبتني شغله انه بيكم المساله انه تحبون يعني مو الهم الوصول، الهم كتابه القصيده. خطوات متأنية لازم. صح لازم. يعني من الممكن انه انت تندعي في مكان تحس نفسك بعدك مو مال هذا المكان، من الممكن تعتذر. عادي طبعا، انا من اجي اكون اقدم لك شيء يليق بيك. اليوم رحنا لمكان معين، شلون راح نسمع؟ نخلي تعتبر هذه القصيدة بس الختام. ليش خليت القصايد بيها لفتك؟ ليش خليت القصايد بيها لفتك؟ لو أعرف عيون غيري راح تقراك وتحبك ما كتبتك. الله. ليش خليت القصايد بيها لفتك؟ لو أعرف عيون غيري راح تقراك وتحبك ما كتبتك. ولو أعرف تفهل أغاني خلاف صوتك كان بذني وجلدي صدق ما سمعتك. الله. ولو أعرف شلون أكرهك شاكرهتك.
لو اعرف شلون اكرهك جا كرهتك منهد. والله يمثلني هذا البيت. منهد ما طشني غيابك. شلون لو اعرف شلون اكرهك جا كرهتك. بشرف اخذنا صور سناب بشرفك. ايدي عيليها من البداية القصيدة. نقول ليش خليت القصايد بيها لفتك؟ لو اعرف عيون غيري راح تقراك وتحبك ما كتبتك. ولو اعرف تفهل اغاني خلاف صوتك كان بدني وجلدي صدق ما سمعتك. ولو اعرف شلون اكرهك شاكرهتك. الله الله يعزك من الله. منهد ما طشني غيابك. لا أنا سامع لقصيدة ولا أنا كاتب القصيدة. وهي عينك تيهتني فارزة بهوس الجريدة. الله فارزة بهوس الجريدة وكلها تسألني شريد وأنا ما أعرف لريد. أي بالله بس عرفتك. إي عرفتك وقمت أقلهم كل شديده. ذاك صوتك كل شديده. وحدتي وطيفي وسماري هي بيده. دمعتي لمعة سنوني هي بيده. وهي حيره كلها بحبال التعلق وانا روح معلقه بطارق ظفير. الله هي حيره كلها بحبال التعلق وانا روح معلقه بطارق ظفير. اليوم تظل مثل الهوى ما عنده ديره. اليوم تظل عبادة شمس عين على غيره. وسلامتك. الله رب يحفظك. الله اختمنا للصدفة نقرا. اي بول مصادف شفتك وفرزنت لما انجزيت الوضع ما مستكن. ومشؤومة هاي الصدفة وي طلعتي بسمار باب البيت كالضردن. اوف عارض. بول مصادف شفتك وفرزنت لما انجزيت الوضع ما مستكن. مشؤومة هاي الصدفة وي طلعتي بسمار باب البيت كالضردن. ومشيت بي لحد اخر شبر لجي طار النار يم القطن. وما حد عرف شو تريد من دمعت وانا عرفت داعي كلش فطن. قمت ارسم بملقاك واتخيلك تشيب الصدق حسيت ما تنضمن. الله الله طفيني بيك الماي ماله شغل المشتعل بال طفيني بيك الماي ماله شغل المشتعل بالفرقه يطفى بحضن. شفت القبل حبيتهم على الارض مثل الاوراق الميته حدر الغصن. الله شفت القبل حبيتهم على الارض مثل الاوراق الميته حدر الغصن. يا حسرة اللي يخسر وقت من وقت. يا حسرة اللي يخسر وقت من وقت. ويا نغزة قليب اللي يحن من يحن. تنشاف مثل الدمعة ويا المطر يتميز اللي طاح من الجفن. الله وصلنا لختام الحلقة. شكرا لكم. شكرا شكرا لك. كنتوا خير ممثلين. ربي يحفظك. الله يحفظك ويخليك. احبتنا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقه هذا اليوم. شكرا لكم اولا واخرا. نلتقيكم في حلقات قادمه في امان الله.